كل من يستحق الشكر. ابتداء أؤكد أن كثير من القضايا والاستيضاحات التي تطلب اللجنة المالية تحويلها لهيئة مكافحة الفساد محولة أصلا إليها منذ سنوات دون نتائج، وإن زعمت الهيئة خلاف ذلك فلتظهره لنا ولتنشره للشعب الأردني. وأستعرض بعض الاستيضاحات واقتراحاتي بشأنها. استيضاح رقم 93 على 2010، عدم تحصيل مبلغ 103,000 دينار المستحقة من مبعوث في جامعة الحسين بن طلال، تاريخ الابتعاد 2007 ولغاية 2017 10 سنوات ولم يحصل المبلغ، وقرار لجنتنا المالية العديدة استمرار وزارة المالية باتخاذ إجراءات التحصيل. هذا الملف رعاية قانونية لفساد المتنفذين، لو كانت وزارة المالية جادة بإجراءات التحصيل لتم ذلك منذ سنوات، ثم تأتي اللجنة المالية لتعطي تأجيل آخر. لما لا تحول للقضاء يدفع أو يسجن؟ بعدين مين هو هذا الطالب المبتعد؟ ابن أي متنفذ؟ وليش بتناقش الجامعة مسألة إعفاء هذا الطالب المبتعد لولا وجود ضغوطات بهذا الاتجاه؟ استيضاح رقم 93 لعام 2012 متعلق بدعم جامعة كولومبيا الشرق أوسطي. لا يوجد أي مبررات مقنعة للجنة المالية فيها، وهي محولة أصلا بتاريخ 10/6/2015 لمكافحة الفساد. هذا الملف أيضا ينبغي أن يحول للقضاء. مثله استيضاح رفع مخصصات مشروع تحديد الأولوية الوطنية للبحث العلمي، 131,000 رفع إلى 340,000، 88% من التحويل أي ما يعادل 300,000 دينار مكافآت. هذا الأصل أن يحول إلى القضاء والمدعي العام. وقضية أرض بيعت للخزينة ب40,000 دنم وقطعة مجاورة من نفس الحوض ومن نفس المساحة بيعت لشركة منيا للمنتجات المتخصصة ب10,000 دنم فقط، ب10,000 دينار فقط للدنم، وهي محولة أصلا لهيئة مكافحة الفساد. تختم إذا سمحت. هيئة المناطق التنموية أنا سميتها هيئة علي بابا والسبعين حرامي، يعني أربع استيضاحات بشأنها وكلها محولة إلى هيئة مكافحة الفساد. أختم، أنا أتمنى أنه يتأكد مجلسنا من عدم شمول قضايا الفساد المدرجة في تقارير ديوان المحاسبة هذه في أي عفو عام قادم، وأتمنى إخضاع كل مؤسسات الدولة بلا استثناء لرقابة ديوان المحاسبة. شكرا السيد. العام قالوا لي بعد 10 أسماء إذا تكررت، هم بلغوني هيك بس إذا بتحب يعني. ماشي زي ما شكرا. السيد ينادى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول النبي صلوات الله وسلامته عليه: إن الله ليملي للظالم حتى الملايين من الأموال، لئن نجا من هنا وهناك من عدالة الأرض فلم ينجو من العدالة الإلهية في السماء إن شاء الله تعالى. زملائي زميلاتي، نحن اليوم أمام تحدي كبير، أن نقف صفاً واحداً أمام هؤلاء اللصوص ممن خانوا الأمانة، أن نقف أمامهم دون هوادة. كفى. وبالمناسبة هذا الفساد المالي المرعب جداً، والذي أرجو ألا يمر على هذه الحقبة البرلمانية بسهولة، أعتقد أنه غطي بفساد إداري فاضح، فلا بد من حركة تصحيحية إدارية واسعة يا أستاذ علي الخلايلة، وعلى جميع المستويات. زملائي زميلاتي،
هذا يومكم أن نوقف هذا النزيف الذي قرح قلوب الأردنيين وسرق حاضرهم، وأرجو ألا يسرق مستقبلهم. وبالمناسبة هناك ملحوظات خطيرة جدا بين السطور، أن هذه التجاوزات المالية والإدارية ولا ينفك أحد الأمرين عن الآخر على مستويات عليا، على مستوى الوزراء والكبراء مع الأسف الشديد، والمدراء وعلية القوم ومن كبار الموظفين. وهذا مؤشر خطير جدا يدق ناقوس الخطر بأن الاستقواء على المال العام أصبح السمة الغالبة مع الأسف على هذا التعميم في مؤسسات الدولة. مصاريف مؤتمرات، يبدو أن الوقت يداهمني وعندي الكثير من الحسرة على هذا الواقع المؤلم، لكن أود أن أشير بسرعة أيضا، أين وزارة الخارجية من ديوان المحاسبة؟ أين؟ أين وزارة الداخلية؟ هل وجدتم في التقرير شيئا من هذا؟ أين وزارة الأوقاف؟ أين مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان والبنك المركزي؟ أين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والملكية الأردنية؟ أين المؤسسات، بعض المؤسسات الأمنية من هنا وهناك؟ نحن في دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها أكثر. لو سمحت بس بإيجاز. مع الأسف من 23 مؤسسة لم تدخل ضمن الرقابة المالية. وأيضا أتساءل حقيقة، هذا الديوان الذي جاء فجأة، وأختم بهذه الملحوظة التي لا تفصيلات لاحقا، فجأة ملفات سمينة تظهر أمام المجلس ليفتي فيها في أيام معدودات، هذا لا يليق. أنا أعتقد مع احترامي رأي المجلس أن مثل هذا التقرير لئن أمضينا عليه أسابيع مقابل موقف صارم حاسم تسجله الأجيال لكان من الأولى. وشكرا. يعني قبله أنه هذه التقارير هي من 2009 وال 2010 وال 2011 ومن ثم ظهرت في هذا المجلس حتى يعني تناقش. الدكتور صداح. أهلا صاحب أجمعين. بداية أول شيء في حالة إحباط بين المواطن بين هذه الحكومة، طبعا اللي طبعا مواطن الأردني ولا يحلم نثق فيها والحمد لله. طبعا هناك يعني أنا الآن بدي أناقش، يعني بدنا نوجه الآن إحنا على الهواء ونتكلم أمام الشعب الأردني والشارع الأردني. أنا في جلستين بقدر أناقش هذا الكم من الفساد من 2009 إلى 2017. أنا أنصح المجلس إنه يركز على هذه الوزارة. الوزارة عندها تجاوزات وفساد مبين يعني. بعدين وين رئيس الوزراء؟ هو ليش بتهرب منه؟ أنا ودي إياه. ودي إياه وده نفس رئيس الوزراء والله. دكتور صدام، إحنا بنخاطب المجلس الآن، وإذا تكرمت هذا التقرير وللمجلس، ومن حق المجلس أن يصوت كما يشاء سواء إذا تكرمت. مع احترام لك أبو الهيثم. الشيء الآخر، الآن يا سيدي العزيز، رئيس الوزراء تجاوز أنه اشترى سيارة أول امبارح قدام، يعني إحنا انفضحنا قدام الشارع. 120,000 لو يشتروا يشتريها من ورانا هذه، انا ما ندري. الشيء الثاني قام بتعيين لي ما شاء الله عيال الذوات، اظن ما شاء الله ما في غير انتم انا في هالبلد، بس عيالكم ما شاء الله، والناطقين الاعلام الليل ما شاء الله تصريحات وهالمقنع والله. يا رجل لا تطلقوا تصرحوا، شارع الاردن ما شاء الله عليه بفهم بفهم. فانا بنصحكم حتى تصريحاتكم تكون منطقيه وموضوعيه لما تتكلموا مع الشارع الاردني. هذا شارع واعي، وانا بقول لكم اتقوا الله في شارع الاردن في الناس الاردنيين، الاسعار الى اخره وتجاوزاتكم. فانا ما بقدر انا الان من ناحيه الموضوعيه، وين القضايا؟ في قضايا اساسيه احنا لازم نناقشها، امني والكردي ويا الله ما اكثر قضايا. فانا بقول انه احنا ما بنقدر من ناحيه الموضوعيه، صحيح انه الان حق المجلس هي، بس انا بقول لك من ناحيه الموضوعيه انا ما بقدر اناقش هذا، بدها سنه او سنتين اناقش حجم الفساد وحجم القضايا اللي برتبوها اظن بدها 3 سنين. والله كل يوم نطلع لنا القضيه. وشكرا لك. شكرا لك دكتور مرزوق. بضعف ومراوغه بدون شفافيه وبدون شفافيه والتوقف عن التعيينات العشوائيه
وتشديد الرقابة والمتابعة وتحصيل الحقوق المالية لصالح الخزينة والكف عن إنتاجات سياسات ضريبية جديدة والذهاب نحو الإنتاج لخلق فائض قيمة بدل الهجوم على جيوب المواطنين. ولأن شعبنا يريد أفعال لا أقوال، أناشد زملائي النواب المحترمين أن نقف صفا واحدا مع الوطن والشعب وتحويل من يتحمل مسؤولية خرق القانون والتعليمات والأنظمة ويوافق على عطاءات واتفاقيات للنظام والقانون أو أي نتائج تضر ببلادنا وشعبنا تحويله إلى القضاء. شكرا. شكرا لك سيد محمد الرياضي. لا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سعادة الرئيس، الإخوة الزملاء الأكارم، أسعد الله مساءكم جميعا. يعني الصحيح نقدم جزءا من الشكر للجنة المالية في مجلس النواب الحالي على تقديم جزء بسيط لا يعد 5% أو 10% من الحقائق الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة. وللأسف يعني أنا كنت أتمنى أن يوضع جميع المخالفات الدسمة ضمن التحويل للقضاء أو للجنة النزاهة والمكافحة الفساد. إخواني، أنا بدي أطلعكم على جزء فقط بسيط هو موجود في تقارير ديوان المحاسبة ولم يذكر ضمن تقارير اللجنة المالية ولا أدري ما السبب. مثلا استيضاح ديوان المحاسبة رقم 192 لسنة 2013، عدم استيفاء بدلات الخدمات البحرية للسفن على فواتير محطة الركاب المقررة خلافا لأحكام البند لائحة الخدمات البحرية في سلطة العقبة والبالغة عشرات الملايين، عشرات الملايين، هذه لم تذكر إخواني، علما بأن هذا البند فقط يعادل ما يقارب نصف تقريبا التقرير الموجود حاليا من اللجنة المالية. اثنين، الدائرة المالية تقوم بشطب بدل الخدمات من الفواتير بناء على تعليمات شفوية من المدير المالي في مؤسسة الموانئ. ثلاثة، عدم إرفاق صورة عن البيانات الخاصة بالمواد الخطرة. أربعة، عدم تدقيق فواتير محطة الركاب من قبل دائرة الرقابة والتدقيق في مؤسسة الموانئ. خمسة، تقرير أو استيضاح ديوان المحاسبة رقم 252 لسنة 2013، إعفاء رسوم وتجاوزات لبعض المواطنين في العقبة، مواطن واحد إخواني، مواطن واحد فقط بمبلغ 2,196,893 دينار كتب ديوان المحاسبة بهذا الأمر، إلا أنه للأسف اللجنة المالية اعتبرته منتهي ولا أدري لماذا. إعفاء أيضا مالكي البناء أعلام من رسوم التراخيص والبالغة 55,000 دينار أيضا في العقبة. أنا إخواني ما بين يدي، لأن الوقت قليل، هي راحت 3 دقائق لا أدري كيف، ما بين يدي إخواني تقارير لديوان المحاسبة تعد بالعشرات، بلاش نحكي بالمئات، مبالغ التجاوزات الواردة فيها تبلغ حوالي 100 ملايين. أنا سؤالي للجنة الكريمة، لماذا لم يتم إرسال هذه المخالفات ضمن هذا التقرير لمجلس النواب يطلع مجلس النواب عليه ثم تحويله للقضاء أو لمكافحة الفساد؟ أعطي خليه يختم طيب. والنقطة المهمة سعادة الرئيس والأخوة الزملاء الأكارم، أنا أعطيتكم الدليل، كل شيء موجود، أنا ما بتولى على اللجنة، ولكن هذا لا يجوز لنا أن نكون في مجلس النواب أن نأخذ بعض القضايا ونخفي الجزء الأهم منها. إذا بدنا نعمل إصلاح حقيقي إخواني علينا أن نبدأ بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مبتدئة بقرارات مجلس المفوضين. إخواني، من أراد أن يأخذ قطعة أرض قدر ما تكون مساحتها بالمجان أو عطاء قدر ما يكون قيمته أو أي هبة مالية أو عطايا كما يشاء، ما عليه إلا سوى تعامل على حسن العلاقة مع رئيس السلطة ومجلس المفوضين وليأخذ ما يشاء ضمن قرار مجلس المفوضين. وأتحدى كل مجلس النواب 130 نائب أن يستطيع على إحضار صورة من قرار مجلس المفوضين الذي يتم من خلاله الإنفاق بعشرات الملايين، ويمنع على مجلس النواب من خلال الأسئلة
او من خلال المذكرات او من خلال ساختصر سعاده الرئيس. سعاده الرئيس انا بشكرك بدايه بشكر كل الزملاء انه فتحنا هذا الموضوع المهم. للامانه هو هذه التقارير انا كنت عضو في اللجنه الماليه السابقه ولم نستطع حتى ادراج هذا الجزء على هذا المجلس، ولكن تألمت كثير ان اجد المبالغ الملايين الملايين عشرات الملايين تخفى من التقارير ولا توجد. فانا اتمنى باختصار سريع سعاده الرئيس، اتمنى من اتمنى من اللجنه الحاق المجلس بكافه الاستضاحات التي لم تورد مع هذا التقرير لانها بعشرات ومئات الملايين. وشكرا. شكرا لك دكتور علي ابو نعيم. محاسبه على الجهود المبذوله لهذا الحجم الهائل من العمل، وكذلك الشكر الموصول للجنه الماليه. ولكن اود ان ابين لمجلسكم الوقفه الملاحظات التاليه وارغب في الاستضاحه حولها. بتاريخ 6/12/2013 تم صرف مكافآت للأمين العام 50 مليون دينار، وتم صرف أيضا 1260 دينار بدل لجان عطاءات خاصة عقدت خارج أوقات الدوام. أيضا في بتاريخ كمان 22/4/2010 بالنسبة للكتب المدرسية تقدر تكلفة المطبوعات الكتب المدرسية سنويا ما بين 10 إلى 13 مليون دينار، حيث تم عدم مراعاة الحاجة الفعلية عند تحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها، مما أدى إلى وجود زيادة فعلية تقدر ب 2 مليون دينار، وإتلاف كتب مدرسية بكلفة 3 مليون دينار. فأنا أطالب بدل ما هي الملايين تروح على الفاضي، إنها تحول زيادة إلى رواتب المعلمين. تزاد لو زاد لكل معلم 50 دينار بدل ما تروح هذه. وايضا كتاب ديوان المحاسبه اللي بتاريخ 26/12/2010 في توجد هناك اجهزه المشابه الالكترونيه لتم شراء 24 جهاز طباعه لوحات الكترونيه بقيمه اجماليه 3340,000 دينار، وتم توزيعها على مدار 24 مدرسه صناعيه، ولم تستخدم هذه الاجهزه، وتم ارسال موظفين في المانيا وثم احالتهم على التقاعد، فما بعرف ما هذا الحل، يرسل موظفين يدربوهم بعدين يتم احالتهم على التقاعد. ايضا الاستضاح برقم 93/2011 عدم تحصيل مبلغ 100,000 ثلاثة المستحقة على المبعوثين من جامعة الحسين وعدم تحصيلهم الى الان. فانا بناء على ذلك اطلب تحويل جميع القضايا الواردة في تقرير الى النائب العام. شكرا لكم. شكرا دكتورة صباح. زملائي اذا سمحتوا عودوا اذا تكررتوا. اسجل لهذه الحكومة الطلب من ديوان المحاسبة إصدار تقرير شهري كل 4 أشهر يتضمن أهم المخالفات التي ترتكبها الدوائر الرسمية لتسريع آليات المراقبة التشريعية عليها. وأشكر ديوان محاسبة على المتابعة، وأشكر الزملاء في اللجنة المالية على الجهود التي بذلوها للوصول إلى هذه الاستضاحات. وأتساءل هنا، كيف لتقرير ديوان المحاسبة أن يترك خلال هذه السنوات دون أي حساب للمخالفين؟ وأين كانت الجهات الرقابية والحكومات المتعاقبة من هذا التقرير؟ ونحن كمجلس نواب 18 على المحك أمام المواطن الأردني بقدرتنا على محاربة الفساد وإيقاف الاعتداء على المال العام، وأطالب المجلس الكريم انتصاراً وإكراماً للمواطن الأردني الذي ضحى ويضحي من أجل هذا الوطن أن يحول ملف تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمحاسبة الفاسدين. وشكراً. من مؤكدة ومنها واحد، أن الفساد المالي من بين أنواع الفساد الأخرى أصبح مؤسساً ومتمكناً وغدا في بلدنا عقبة كأداء أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار، بل هو المضاد الحيوي للازدهار المنشود. ثانياً، أن إساءة استخدام الوظيفة العامة تفضي إلى المحسوبية والرشوة والابتزاز والاحتيال والمحاباة من قبل بعض الموظفين العامين، كما أن عدم زيادة الرواتب وكفاية المعاشات ولعدة سنوات متتالية تقود إلى ممارسات فاسدة ومدانة
والحكومات تتحمل المسؤولية. ثالثا، إن القضاء على الفساد ليس نزوة أو رغبة أو نية، لكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات والتشريعات وإعادة البناء والهيكل البنى الإدارية والاجتماعية والتعليمية والوطنية. أربعة، إن ضعاف القانون، إن ضعاف سلطة القانون وضعف أداء الأجهزة الرقابية وهشاشة التشريعات وتقييد وصول المعلومات وعدم إتاحتها وقصور التشريعات الناظمة للمكافحة، كلها تؤسس لبيئة الفساد التي تدفع إلى تقديم الخاص على العام. خمسة، أخشى أن تصبح الواسطة والرشوة تقليداً اجتماعياً بحيث تغدو السيطرة على الفساد مستحيلة، ويتحول الفساد إلى حالة مرضية لا شفاء لها ولا فكاك منها، وتتحول الحكومات إلى حكومات مريضة لا سمح الله. ستة، يتوجب فرض دور مجلس النواب الرقابي مع إرادة سياسية لمكافحة الفساد الذي أصبح الحاضر والغائب الأكبر. إن صعوبة الوصول إلى كبار المسؤولين كالوزراء إلا من قبل مجلس النواب وفشل مجلس النواب في المحاسبة الناجزة أدى إلى شيوع يأس الناس من محاصرة الفساد، والمواطن عادة لا يدخل في التفاصيل ولكنه لا ينسى قضايا الفساد الكبرى المدوية مثل بنك البتراء وجر. لقد صبر الأردنيون كثيرا على فساد مؤسسات كثيرة، ولكنهم لن يتناسوا بل يتوجسون من مصير مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن الإصابة فيها ستكون ماحقة لا سمح الله. إن عدم نجاح المجلس في إقرار قانون الكسب غير المشروع، يعني قانون من أين لك هذا المطروح عام 1900 الذي أصبح الأكثر حضورا في المشهد الوطني العام، إن تقرير ديوان المحاسبة لا يمثل إلا جزءا من أنواع الفساد الأخرى وما أكثرها التي تنخر في جسم البلد وتقوض التنمية الاقتصادية. فمثلا إنتاجية الموظف في بعض المؤسسات لا تكاد تتعدى ساعة واحدة في النهار، أليس هذا فسادا؟ أخيرا، إن الصالحين هلكا إذا لم يصلحوا، ولدينا في بلدنا عناصر قوة عديدة ونقاط مضيئة بلا حصر. المهم توفر الإرادة السياسية للتضييق على الفساد ومحاصرة منافذه بآليات مؤثرة. بصراحة مجلس النواب موجود وهيئة الوزارة موجودة، فلماذا لا تقدم الحكومة إلى المجلس منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة كل أنواع الفساد ولو بالتدريج، وذلك سعيا لبناء الثقة. آخر كلمتين رجاء، فهنالك دول يا سيدي عمرها نصف عمر الدولة الأردنية وتقدمت إلى مستوى رقم 2 عالميا في النزاهة والخلو من الفساد، يجب أن تعطى الحكومة نكهة، يجب أن يعطى المجلس لونا ودورا، يجب أن يحول. شكرا لك زميل عبد المنعم 119 عبد المنعم العودات، يأخذ الكل حقه بالحديث. شكرا سعادة الرئيس، وسوف أتحدث من حيث انتهى الأخ سعود أبو محفوظ وهو يطالب بإقرار قانون الكسب غير المشروع من أين لك هذا. أقول أن المجلس السابق قد أقر قانون الكسب غير المشروع من أين لك هذا، ولكن أعود إلى القاعدة التي تقول العبرة بالنفوس وليس بالنصوص. عند النظر إلى المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة أجد أن كل مخالفة تشكل جرما يعاقب عليه القانون، وتشكل وتعتبر فعلا من أفعال الفساد. ولكن السؤال الأهم الذي يدور بأذهان كل واحد في هذا المجلس، لماذا لم تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤوليتها في إحالة هذه أفعال الفساد التي ارتكبت إلى القضاء؟ هذا هو السؤال الذي ونحن نتحدث عن هيبة الدولة، ونتحدث عن استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ونتحدث في الآونة الأخيرة عن سيادة القانون على الجميع حكام ومحكومين وتطبيق معايير النزاهة في الإدارة العامة. هذه الشعارات التي نتناولها يوما بعد يوم ونتحدث بها،
وهذه الجرائم موجودة في أدراج الحكومة، لماذا لم يتم إحالتها إلى القضاء حتى هذه اللحظة؟ هذه الجرائم اللي موجودة الآن بالتقرير ليست بحاجة إلى قرار من مجلس النواب، وإنما إلى كل مواطن في هذا البلد نما إلى علمه ارتكاب فعل من هذه الأفعال فإنه له الحق في تعريفها والحق العام. أقول ولا ألوم، وهنا أحمل المسؤولية إلى صاحبة الولايات العامة والحكومات المتعاقبة بأنها لم تقم بواجبها في وهي تتحدث في كتب التكليف السامي وفي ردها على كتب التكليف التامي أنها محاربة الفساد هي أولويات أي حكومتات. وهذه الجرائم الموجودة بأدراج لم تحرك ولم تحول إلى القضاء. أعلن الحكومة في جانب عندما تتعلق الجريمة بفعل ارتكبه أحد الوزراء ناتج عن تأديته لوظيفته، أعلم تماما أن حق الإحالة وحق الاتهام هو حق لمجلس النواب وليس للحكومة، والحكومة لا تستطيع إحالة الوزير إلا من خلال قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين. صحيح. فهذا قرار الاتهام يجب أن يكون. وهنا أود معالي الرئيس أن أنبه، عندي مخالفات قسمين. قسم ليست بحاجة إلى قرار من مجلس النواب، يعني يتم إحالتها مباشرة إلى ارتكاب الفساد. أي واحد منا بيقدر يحولها. ومجلس النواب بده يحولها. لكن في قسم يتعلق بالوزراء المادة 56 واضح يتوجب أن يصوت، وهنا ألفت انتباه الزملاء، أن يصوت أغلبية أعضاء الذي يتكون منه مجلس النواب وليس الأعضاء الحاضرين حتى تتم الإحالة إلى النيابة العامة. اسمح لي لأنني لم أشكر في البداية اللجنة المالية على جهدها الكبير الذي قامت به، شكرا. وأشكر أيضا شكرا المحاسبة على دوره المنوط به، وشكرا لكم. شكرا السيد يحيى السعود. بداية يعني كل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء اللجنة المالية على هذا الجهد الجبار الذي لم أراه منذ ثلاث دورات في هذا المجلس الكريم. واليوم إخواني وأخواتي هذا المجلس أمام امتحان صعب أمام الشارع الأردني، حيث أن المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة هي زي ما تفضل بعض الزملاء ترتقي إلى أنها جريمة بحق المال العام، الذي أقول أن الحكومات المتعاقبة هي صاحبة الولاية على المال العام وعلى حماية المال العام. سيد الرئيس، الأخوة والأخوات، إذا لم يكن اليوم المجلس يتخذ قرارا جريئا ليعيد هيبة الشارع في مجالس النواب التي حاولت الحكومات السابقة إضعافها، أقول أننا اليوم أمام امتحان صعب. أنا أطالب هذا المجلس بإلغاء ديوان المحاسبة، لأن هذا الديوان له جهود جبارة، جهود عظيمة تقدر وتحترم. هذه التقارير منذ عدة سنوات لم يناقشها مجلس النواب، ولم تطلع عليها أعضاء على اللجنة المالية، ولم تقم بدراستها. سيد الرئيس، هناك بعض المخالفات زي ما تفضل الزميل عبد المنعم عودات نستطيع الذهاب بها إلى الادعاء العام، وهناك نستطيع المجلس أن يذهب من خلال الولاية على تحويل الوزراء المسؤولين عن هذا الفساد إلى تصويت داخل تحت هذه القبة. سعادة الرئيس، أنا أطالب المجلس الكريم بتحويل هذا الملف كاملا إلى هيئة النزاهة والفساد. وهناك أطالب أيضا رئيس الوزراء من خلال الرئاسة الجليلة أن يقوم بتزويد هذه الهيئة بالكوادر الفنية والكوادر الإدارية والكوادر البشرية، إذ لا يعقل إخواني أن يكون هناك ثلاث مدعين عامين فقط في هيئة مكافحة الفساد يقومون بالكم الهائل من هذا الحجم الاستهتار في المال العام وضياع المال العام. كلكم مسؤول وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة. اقتراحي محدد، أطالب المجلس الكريم بتحويل هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد لينظر إذا كان هناك شبهات ترتقي إلى حجم
العبث من مال العام وضياع المال العام وهدر مال العام والاعتداء على المال العام ان يذهب الى القضاء هو صاحب الولايه وهو صاحب الاختصاص. شكرا سعاده الرئيس، ومره اخرى اشكر زملائي في اللجنه الماليه، واتمنى من المجلس الكريم ان يقوم بمسؤولياته امام الشارع الاردني، لانه حقيقه اليوم نحن امام امتحان صعب. شكرا سعاده الرئيس وبارك الله فيك. السلام عليكم. الشكر الجزيل لديوان المحاسبة على هذا الخيز ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ولكن أقترح بتحويل جميع القضايا الحالية والسابقة إلى النائب العام حتى تتم المحاسبة الفعلية والعادلة والقانونية، وحتى نلتزم بأننا بلد المؤسسات وبلد القانون، وما ينطبق على المواطن العادي والفقير ينطبق على الغني والمسؤول أيضا، فيجب أن تحول جميع القضايا إلى المدعي العام حتى يبد فيها من قبل القضاء. وإذا ما استمرينا بنفس النهج السابق فلن نجدي ثمار ديوان المحاسبة أو أي فائدة من المحاسبة، فنحن نريد محاسبة فعلية وعادلة وتحصيل مقدرات الوطن التي جزء منها نهب وسرق وبيعت، جزء أكبر بأيدي الفاسدين والمتنفعين والمسلمين ودون حساب أو مساءلة قانونية. فللأسف لا نعرف من أين نبدأ بالفساد والفاسدين، ونحتاج إلى أيام في مناقشة قضايا الفساد وسرقة مقدرات الوطن. وإذا لم تتدخل السلطة القضائية في المحاسبة فكل ما نقوم به يعتبر هباء منثورا، فكل مواطن أردني يشعر بالأسى والألم على ما حدث ويحدث في بلدنا من نهب خيرات وسرقة مقدرات الوطن وانعكاس ذلك على حياة كل مواطن أردني، فالفقر والبطالة والألم والاكتئاب الذي يعتصر الشعب الأردني، وكذلك تدني مستوى الخدمة والرواتب والأجور. بالمقابل هناك العديد ممن ينعمون بأموال وخيرات الوطن دون حسيب أو رقيب، ونلاحظ استمرار الفساد والتجاوزات المتعددة حتى مع الحكومة الحالية، وهذا إنما يدل على عدم الجدية بمحاربة الفساد وإرجاع الحقوق. فتجاوزات التعيينات والاستثناءات والتقاعدات والاستدعاءات وغيرها الكثير، والمكافآت والصفرات والمكلفة للشعب والوطن، وهذا ما نلحظه بتعيين أبناء الذوات بالألوف، والمواطن ينتظر دوره عشرات ومئات السنين حتى ودون جدوى. وكذلك إيجاد ديوان التشريع والرأي وغيره من بعض الدوائر حتى تأخذ الحكومة الاستثناءات التي تريد ووجه قانوني، وعدم الاكتراث بما حدث من فساد. وأتوقع أنه لن يستطيع الشعب الأردني أو حتى مجلس النواب الصبر أكثر من ذلك على هذا الفساد. وأريد أن أبدأ، ولكن من أين نبدأ في الفساد؟ فالمديونية تزداد والفساد يزيد، ولاحظ ذلك في جميع وزاراتنا ومؤسساتنا المختلفة. فبعض الشركات التي خسارتها تقدر بالملايين يصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، فلماذا نصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على خسارة المليارات؟ هل ذلك على 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 نجاعتهم في تحقيق النجاح والربح؟ لو سمحت بدي إجازة. أيضا نلاحظ أن بعض الشركات وبعض الوزارات يستأجرون مباني دون وجهها، ولديهم مباني مملوكة، وهذا يكلف أيضا ملايين الدنانير. بعضها مثل شركة المدن الصناعية، شركة الكهرباء 3,400,000، وكذلك بعض الشركات التي تمنع ودون وجهها. طب أكيد رح نختم، لكن لا نستطيع أن نحصي أو نعد أو نذكر هذه المصيبة التي يقع فيها. سيد سليمان الزبن يحيى عليك واجب أنت. سيد تسمح لي سعادة الرئيس من خلالك أن أتقدم بالشكر إلى الزملاء في اللجنة المالية على ما بذلوه من جهد، وأنا لأنه لا يجوز أن تأتي قضية من نحن لسنا أمام حبة تفاح نأكل حزن ونترك الآخر. علينا إحالتها كاملة إلى هيئة النزاهة ولا إلى كامل. أنا من خلالك سعادة الرئيس أنا أخاطب الحكومة، لم تشبع لوما في عمان؟ لماذا لم تزوروا المحافظة؟ يا أخي يا دولة الرئيس، أنت وزملائنا المحترمين الوزراء ناموا بالطفيلة، أهل الطفيلة أطياب، شوفوا كرم الطفيلة، شوفوا كرم معالي، شوفوا كرم عجلون، شوفوا كرم المفرق، لكن اشرعوا معنا، خلوكم موجودين مع المواطن الأردني. سعادة الرئيس، زملائي الأكارم، لا أتوقع بأن الدولة الأردنية تمر بأصعب من هكذا ظروف، ونقدرها وجميعكم أبناء وطن،
وجميعكم حماة وطن، لكن على الحكومة أن تتنبه مجددا بأنها عليها الهم الأكبر وأن تكون على قدر من المسؤولية بين المواطنين، تتلمس حاجات المواطنين وظروف المواطنين الصعبة التي يعرفها الجميع. الحالة الاجتماعية أصبحت في حالة انفجار اجتماعي دون توضيح. لماذا نترك الحالة دون زيارة؟ لماذا؟ هل أن الدولة الأردنية لديها شيء ولم تقدم المواطن؟ أبدا، كل الإمكانيات قدمتها، لكن أشعر المواطن بالحالة التي نحن بصددها. وبالنتيجة سعادة الرئيس، أنا أطلب من زملائي الحضور للتصويت وتحويل هذه التقارير مجتمعة وتوصيات اللجنة المالية إضافة كل ما ورد بالتقرير مجتمعة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور موسى الوحش. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة الرئيس، الإخوة، الزملاء، بداية أود أن أنوه على أن إلى أن هذه الكلمة تمثلني وتمثل سعادة الأخ ثامر بيرو. في البداية لابد من العودة إلى التاريخ، والتاريخ يفيدنا كثيرا. فإذا أردنا العودة إلى التقارير التي مضت والتي سبقت 2009، عندما نناقش اليوم من 2009 إلى 2015 وهي نقلة نوعية، لا شك أنها نقلة نوعية أن تناقش التقارير داخل تحت القبة. فإذا عدنا سابقا وأريد أن أستذكر بعض القضايا التي لم يهتم بها أحد أو لم يعرف عنها أحد. هناك قضايا كثيرة وردت في تقارير ديوان المحاسبة الماضية. أنا أذكر قضية من القضايا أن هناك أكثر من 40 مليون دينار كانت في عبارة عن مواد راكدة في مستودعات الحكومية باستثناء مستودعات وزارة الصحة والقوات المسلحة. أكثر من 40 مليون دينار، وقدمنا عنها أسئلة واستجوابات سابقا ولم نعرف عنها شيئا. ما جرى في التحويل إلى لجان، أستذكر برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والكل يعلم عن هذا البرنامج، أنه أكثر من 570 مليون دينار وشكلت له لجنة ولم نصل إلى أي نتيجة. شكلت لجنة أيضا، ولا أذكر في موضوع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي كما ورد في هذه الأيام، جاءتنا كميات كبيرة من الأوراق ملفات حوالي 1800 صفحة، وطلب منا وصلت اليوم وطلب منا أن نعطي تقرير عنها غدا، يعني خلال 24 ساعة 1800 صفحة. طبعا يعني محال أن يصدر تقرير في 1800 صفحة خلال 24 ساعة. وهناك ما يتعلق بسد الكرامة، وهناك المغنيسيا، وهناك سكن كريم، وهناك الكثير شكلت لها اللجان ولم تحدث أي نتيجة. طبعا هذا يؤكد ما أود أن أقترحه، بأن تحال جميع الاستيضاحات التي وردت باستثناء القرارات المتعلقة بالوزراء في وزاراتهم، أن تحال جميعها إلى النائب العام، أن تحال إلى القضاء. أما إذا نظرنا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعني تقدر وتحترم، لكن إذا نظرنا إلى عدد القضايا الموجودة لدى هذه الهيئة لوجدنا أنها تزيد على 3000 قضية دون أن يتحرك لها الأمر. وأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك، مثلا مشروع العبدلي بين أمانة عمان ومؤسسة استثمار الموارد الطبيعية. هذا المشروع اللي فرض عليه عوائد مليون دينار، واذا كانت تقدر البنى التحتيه ب 51 مليون دينار، والقضيه محاله من عام 2012، مضى عليها اكثر من 5 سنوات دون ان نعلم شيئا الى لجنه النزاهه ومكافحه الفساد. ما ورد في شركه امنيه، ما ورد في سلطه العقبه الاقتصاديه، قضايا كثيره جدا. ايضا الاستضاحات عن تطلب التزويد باسماء المخالفين والمستحق عليهم اموال، لم يرد عليه اي توضيح. امور كثيره جدا. وهنا يحضرني يعني بيت صغير هيك، ونصبت خيمتي في وادي العواصف في ليله شهباء، ثم اعجب من اين ياتي السعاب،
يعني مش عارفين والله عارفين وين تيجي الامور تتراكم المخالفات مخالفات خلف مخالفات دون ان نجد لها اثرا في المتابعه او في حال قضيه وما يتعلق في تحصيل الاموال واسترداد الاموال المنهوبه. انا هنا ايضا اؤكد على ما ذكره الاخوه بان هذه يجب ان تحال وان يتم تحصيلها بموجب قانون الاموال الاميريه وان لا تترك هكذا. الاموال المنهوبه، الاموال التي نهبت يجب ان تسترد هذه الاموال وان لا تبقى ضائعه، ولا يجوز الاعتداء على المال العام باي حال من الاحوال. ايضا اؤكد على ما ذكره بعض الاخوه في اخر حديثي، اؤكد على ان هناك كما ورد في تقرير ديوان المحاسبه 2015 بإجازة ان هناك حوالي 23 مؤسسه لم تطالها الرقابه باعتبار ان ديوان المحاسبه ليس مسؤولا عن رقابتها، ونحن نؤكد على ضروره ان يخضع الجميع لرقابه ديوان المحاسبه. وهنا اؤكد ايضا تاكيد على ما ذكره دوله الرئيس السابقه في اكثر من مره اننا سوف نحيل كل الفاسدين الى القضاء، ونحن نامل ان يحال الفاسدين الى القضاء حتى تعود المصداقيه نوعا ما. وشكرا. شكرا لك. انا اشكر زملائي الاكارم وزميلاتي الذين تحدثوا قبلي وتحدثوا بكلام جميل وواقعي ومنطقي، لكني بنفس الوقت اتساءل. كثير تحدثنا تحت هذه القبعة ولكن لم أرى نتائج تذكر، نتائج إيجابية. وأنا سأختصر حديثي في بيت من الشعر يقول: كم من أسباب جمعتنا واجتمعنا لمرات عدة، وكم ناقشنا تلك الأسباب بكل حزم وبشدة، وحلمنا بعروسة بحر فإذا بالمولودة قردة. وأرجو أن لا يكون نتائج اجتماعنا هكذا. وشكرا. شكرا. الأخ أحمد بن عياد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، أصحاب السعادة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرارات اللجنة المالية النيابية بخصوص استضاحة ديوان محاسب السنوات 2009 و2000 لغاية 2015 ولا يزال هناك تعدي صارخ على المال العام دون رادع قانوني او اخلاقي او ديني بالرغم من الفقر والبطاله التي يمر بها شعبنا العزيز. ثانيا، البند 2 و3 من الاستضاح: اولا، استيراد 550 راس من الابل و6000 راس من العجل والغنم بالرغم من وجود امراض حجريه فيها من الدول المصدره. هذا ليس فقط فساد وتطاول على المال العام فقط، بل هو اجرام بحق الشعب الاردني المسكين الذي يحارب بقوته وصحته من المسؤولين دون خوف من العقاب، وكأن الوزارة هي مزرعة لهم خاصة. الاستيضاح رقم 133 عام 2012 صفحة 6: نقل 400,000 دينار أردني من مخصصات السياحة في محافظة عجلون إلى البحر الميت بواسطة مدير المنطقة التنموية لغاية تعيين ودفع راتب موظفة 6,000 دينار شهريا، علما بأن محافظة عجلون يا معالي الرئيس ما زالت انتظار أي مشروع سياحي للحد من الفقر والبطالة الذي تزايد يوما عن يوم ويحاربنا جميعا في قوتنا ووظائفنا وأولادنا جميعا. أنا أطالب من هذا بمنظومة دولة الرئيس المحترم رئيس الوزراء بواسطة رئيس الجليلة أن يفك ارتباط محافظة عجلون بالبحر الميت، لأنه هذا نعتقد إحنا أبناء محافظة عجلون هو سرقة لمخصصات السياحة في محافظة عجلون حتى كنا تذهب إلى البحر الميت وتذهب دون فائدة لا للوطن ولا للمواطن. أنا كأحد نواب المجلس الكريم مع توصية اللجنة المالية المحترمة وأقدر لهم جهودهم جميعا الكبيرة المبذولة بهذا التقرير، وإلي حكي كثير لكن أحترم الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. شكرا لك. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معسكر الفساد يقول لكم وللشعب من خلفكم: قولوا ما شئتم وسنفعل ما نشاء، لأنهم يعلمون أن القول غير مطبوع بفعل. وهذه تجربتهم مع عديد من المجالس النيابية ومع الحكومات المتعاقبة.
أقول لكم حتى في عهد الأحكام العرفية يوم لم يكن هنالك مجالس كانت حكومات مسؤولة تقدم الفاسدين للمحاسبة وليس هنالك من مجالس، فالحكومة صاحبة ولاية عامة تستطيع أن تقدم الجميع دون طلب من هذا المجلس، فكيف بحضور مجلس نيابي إذا كان جادا في المحاسبة؟ من قال أن 3 دقائق للنائب يمكن أن يحاسب فيها وأن يناقش فيها 7 تقارير من عام 2009 إلى 2017؟ من قال هذا الكلام؟ هل نحن جادون في وظيفتنا الرقابية؟ لقد أولينا الجانب التشريعي في الفترة الأخيرة زخم هذا المجلس، فهل نولي الجانب الرقابي الأساسي أيضا جانبا أساسيا في هذا المجال؟ لا نستطيع أن ندعي أمام شعبنا أن هذه الجلسة تستطيع أن تمسك بكل هذا التقرير بكل ما فيه ثم تحاسب. لماذا لم نمسك قضية أو قضيتين أو 3 ثم نشبعها بحثا ثم نتخذ فيها قرارات ثم يكون روادها وافسدها عبرة لمن خلفه؟ إن جهود الديوان الجبارة المشكور عليها وجهود اللجنة أيضا المشكور عليها، إن جهود الديوان الجبارة تذهب أدراج الرياح لأن آلية الرقابة في ديوان المحاسبة عقيمة. الرقابة اللاحقة دائما هي اكتشاف الخلل بعد وقوع الخلل، وهيهات هيهات أن يصلح الخلل. لا بد أن يعدل التشريع الذي يمكن الديوان من أن يقوم بالرقابة المصاحبة الوقائية السابقة حتى يستطيع أن يمنع الخلل قبل وقوعه، وأن لا يوجد مستند الصرف ولا الإنفاق إلا إذا كان له مخصصات واردا في الموازنة ومصروفا في وجه حق. ثم لا بد من أن تكون تقارير الديوان دورية ومتقاربة على الأقل وعلى أبعد المدى أن تكون كل 3 شهور تقدم إلى هذا المجلس حتى يقف هذا المجلس على حد المخالفات ثم يبدأ بالإصلاح تباعا أولا بأول. أما أن نترك كل شيء بعد سنوات عديدة ثم نبدأ نضرب في الميت حتى يستيقظ الميت، هذا كلام فيه ضحك على الزبون، ضحك على مهامنا وعلى شعبنا. أقول في النهاية هذه المجالس النيابية التي قصرت في الماضي لا بد أن نستدرك اليوم في هذا المجلس ما نستطيع استدراكه في هذه الرقابة المهمة. لا بد من إخضاع كل مؤسسات الدولة بلا استثناء لرقابة ديوان المحاسبة. لا بد من أن تحال الملفات كافة إلى القضاء كل حسب اختصاصه. شكرا سعادة الرئيس.